جلالة الملك محمد السادس، الله يطول عمركم والله يخلي لكم صحيحتكم. واحد الملاحظة على واحد السيدة سميتها وفاء جمالي، تم تعيينها بالأمس على رأس وكالة الدعم المباشر. يعني هذه الوكالة غادي تكفل بأنها تفرق بشكل مباشر، تعطي الفلوس للمواطنين من الفئات الهشة. سيدنا الله يطول عمركم، هاد وفاء جمالي مع احترامي لها واختياراتها المهنية كانت في الديوان ديال الأخ نجم اللي كان وزير ديال الفلاحة، وملي كان ياخذ الحملة الانتخابية في 2016-2017 أدارت له الحملة الانتخابية وسمعته الإلكترونية وما يكتب عنه، دخلات باتصال مباشر مع المدونين ومع الصحفيين باش تغريهم باش يدخلوا الصف وما ينتقدوش، هذه هي الخدمة ديالها. وملي ربح رئاسة الحكومة دخلها الديوان ديالو، اليوم هي مكلفة بالفلوس بالدعم المباشر ديال مشروع الدولة الاجتماعية ديالكم جلالة الملك. يعني هادشي كيخلينا حنا كمواطنين ماشي غير نشك، نكاد نجزم أن هاد الوكالة ديال الدعم المباشر سيتم استعمالها واستغلالها في الحملة الانتخابية الجاية، أن اللي ماشي مع أخ النوج وفاء جمالي ما غتعطيهش الدعم، واللي غيصوت الأخ النوج وفاء جمالي غادي تعطيه الدعم. راه القضية بحال إلا باينة، سيتم إغراء المواطنين بالتصويت على أخ النوج، كانوا كيغريوهم بالقفة دابا غيغريوهم بوكالة الدعم المباشر. داكشي علاش اختار هو وحدة من أقرب مقربين ليه من الديوان ديالو اللي كتجيغي ليه الناس اللي كيهضروا عليه باش حطها على رأس هاد الوكالة. سيدنا يتم تقريبا التلاعب بمشروع الدولة الاجتماعية وتسييسها واستغلالها في الانتخابات لصالح أخ النوج، ويتم استغلال مواطنيك وفئاتك الهشة، ويتم استغلال الدعم اللي خرجتيه لصالح أن أخ النوج يربح في الانتخابات. كان خاص يتحط على رأس ديك الوكالة شخص مستقل غير مسيس غير محزب، لا علاقة له بأخ النوج ولا بغير أخ النوج، وليس له أطماع مناصب سياسية. ماشي هادشي اللي كنشوفوا للأسف. أنا غير جولانس ديزاليرت، والله يخليكم لينا.